العوده لاخر فقره من حلقه لاهور وبس، وحلقه هالليله كمان ختاما نجم تماما دائما وايضا وابدا نحو العراق در نجم عراقي كثير كبير كسر الارقام القياسيه ابو جيك، يعني بس بسمي لك غنيتين تعال شبعك حب شبع الدلال 700 مليون 700 مليون كان جزء من التريو غنيها، وغنيته الثانية أيضا جزء من ديو يا راحة النفسية 300 مليون أبو جيك 700 و300 مليار بقول له لضيفي النجم تعال شبعك تعال على استديو تعال يا علي جاسم تعال روح اهلا وسهلا اهلا فيك حبيبي أهلا يا عمي. بعدين في اول شغله الفنانين العراقيين غير انه خي صوتهم وغازين العالم هلا باغانيهم وبلحنهم وبموسيقتهم، شباب حلوه كمان يا حبيبي عيونك حلوه والله شباب حلوه تاري 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 العراق مخبى مواهب حبيبي. كمان شابه وجميله اهلا علي علوش كيفك غالي ماشي الحال ماشي الحال شو لك علي شو اخبارك علي كيف واحد يطلع على الارض اجري على الارض إذا عنده غنية جايبة 700 مليون وغنية تانية جايبة 300 مليون يعني كيف بضل هيك عادي؟ التواضع حلوة يا العالم تواضع إيه بس هذا الإبداع ما خصه يعني طيب علي أنت كنت جزء من التريو بتعالى شبعك حب أنت ومحمود التركي ومصطفى العبد الله إيه؟ وكنت جزء من ديو براحة النفسية أنت أكيد. ومحمود التركي أول شيء يبدو أن أنت ومحمود التركي قصة نجاح كبيرة جدا أكيد الحمد لله أنت أصلا علي يعني صحيح فنان ويعني فيك كل مقومات الفنان كصوت وك بس أيضا ملحن كمان أكيد طبعا الأغاني من ألحانك هو أكيد اثنيناتهم أكيد كثير كبير انت الله يسلمك يا حبيبي تعمل لي غنيه بتلحن لي غنيه اكيد طبعا نعمل ديو نعمل ديو انا وياك خلص لعيونك كل شيء عكس تعال روح من هون روح يلا روح روح نفس اللحن بس ثقيله تطلع نفس اللحن ما حتركب طيب خبرني كيف واحد هيك او شيء خليني اقول لك شغله تعال شبعك حب انعملت باستوديو قاعدين انتو وتصورت هيك على لابتوب وتصورت على كاميرا ونتنزلت جابت خبرني كيف هيك قصص النجاح او بيطلعوا شوف تعال قصة عفوية يعني نهائيا ما بها يعني مقومات التخطيط ما فيها مقومات التخطيط أكيد ولا أي شيء عملناها في الاستوديو يعني وما كنا ما مقررين ننزلها أوف نهائيا نهائيا يعني ردنا نشوفها هيك نبقى نضحك احنا شباب بيناتنا انه حسيتوا اغنية كوميرشال تجارية ايه 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 ضحكتكم أكثر ما انه قناعتكم خلص حلو فعملناها وصورناها بالتليفون ومصطفى عمل لها مونتاج ورتبها ومدري شنو بدائي مونتاج بدائي ايه ايه فقلنا لا تنزل هذا قلنا للضحك يعني ننزلها بالواتساب هذا نهائيا لا تنزلها دير بالك معقول يكون احد اسرارها انها عفويه هو هذا والله اكيد طبعا اكيد شو تعالى شبع الحب يعني شيء قصه يعني شيء جنون يعني. عن جد المهم فعملها مصطفى وكملها فسافرنا محمود سافر وانا سافرت ف لقيناه منزلها واحنا انا بعمان ومحمود بدبي نزلها ما قالكم ولا قال وبنفس اليوم انقطع الانترنت بالعراق كله شو والله العظيم يعني صارت احداث انقطع الانترنت ثلاثة ايام يه يريد يشوف هو فقلنا له مسحها قال ما اقدر يعني نشوف الارقام اللي بيها قال قلت له ماكو ارقام عفوا مسحها لان يعني يه 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 احنا بملابس العمل يعني ايه ملابس العمل ايه شو اسمه ملابس رياضية وكذا وهذا فكرت بالملابس العمل انه وزرة وما وزرة انا فكرت بالملابس طلعوا ثياب رياضة ف نزلها وترند 1 ومليونين باول يوم وعلقت الاغنية اول يوم مليونين اوف والله الله يرزقنا شي واحد هيك شي واحد يكون انا وجاد مثلا بالغلط بالغلط هيك تنزل منيح هيك تكون قاعدين انا وياك اللي بالغلط هيك تنزل لك بالغلط هيك تنزل تيرم مليار نايم الصبح 500 مليون يوتيوب عم يحكينا بدنا منه 50000 دولار يا لطيف قد ايه حلو على فكره الاشياء العفويه يعني بتضرب مع الناس اكثر قد ايه طلعت لك مصاري منيح؟ ايه الحمد لله الحمد لله يعني في شيء بعد على الشهر بعد لهلا عم طلع بعد لهلا بتضل عم طلع عشان تحكي
انت ومحمود ومصطفى ثلاثتكم بتطلع لكم؟ ايه اكيد. ومتقاسمين الحقوق؟ اسم الله. شو بدك يا شو؟ مين اكثر شيء عم يطلع له منا؟ حشاركنا. لا 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 احنا شو عيننا فينا المصريين الله يرزقكم. عمى شو عم يطلعوا منا؟ العمى شو عم تعملوا منا مصاري؟ انه اسم الله شو عم تعملوا مصاري؟ يعني تعال شبعك حب، تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال، تعال 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 تعال، في اربع تعال، وحده لك بعد مصطفى. تعال نتقاسم المال. لا صراحه خلينا تعال وحده. تعال نتقاسم المال قوي. راح نخلينا تعال له. طب سمعنا اياها. يلا راح نغنيها سوا حتى يصير الارباح بالنص. لا اذا انا بغنيها معك بدي 500 دولار هلا. انا انتبه انا انا يعني بذبح دمك. انا مبين سوري انا مبين. لا لا غنيها انت عبيد اسمع من صوتك. يلا اوكي. تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال بس لك وانطي مجال، تعال 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 وارد اقول لك كان قافل عليك واريد اشرد بيك تروح ما خليك، تعال 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 شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال بس لك مرضي مجال، تعال 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 واريد اقول لك كاني قافل عليك واريد اشرد بيك تروح ما خليك، تعال 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 ويل ويل شلون انام واني موتني الغرام، روحي متخبل عليك هواي او تعرف احساسي شنو يخبلو كلش حلو، اي تعرف احساسي شنو يخبلو كلش حلو، وروحي متخبل عليك هواي، تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال، تعال 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 وين 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 ايقاع. اها 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 وين تعال 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 احبك حب خرافي، تعال حب قوي مو على البال فديت هذا الجمال، تعال 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 واريد احضنك حضنه مال انتقام واحسسك بالغرام واسمعك احلى كلام، تعال 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 ويل ويل شلون انام واني موت الغرام، روحي متخبل عليك هواي او تعرف احساسي شنو يخبلو كلش حلو، او تعرف احساسي شنو يخبلو كلش حلو، روحي متخبل عليك هواي، تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال، تعال تعال لك لك تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال، تعال 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 شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال، تعال 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 الله الله تعال خلص ما شغلني هيدا غنية بدي يعني لمية سنة لقدام
عن جد غني لها 100 سنه لقدام وبتفكر انك راح تعمل غنيه تجيب 700 مليون وما بقى راح تعمل غيرها، وفجاه بتطلع فيديو انت كمان انت ومحمود تركي وبتعملوا راحتي النفسيه. راحتي النفسيه كانت قبل قبل ايه قبل اوف بتحس كانه تعال رجعت دفشت راحتي النفسيه والله رجعت على لا كانت قبل بس حلوه راحتي النفسيه كانت اولى الاغنيات. قد ايه عندك راحه نفسيه بحياتك؟ والله ما طول ما يعني في شغل اذا رحت راحه نفسيه ماكو. مجوز؟ لا مش هيك. لا بعدك صغير اصلا. واضح انه لمين عم تشتغل يعني. وانت اكثر بتشتغل كملحن ولا كفنان؟ الاثنين مع بعض. وشو سرك انت ومحمود تركي؟ ليه هديه دائما؟ هاي انت بترتاح نفسيا تشتغل معه. حس الشغل كيف شو حسه كيف حطيت عنوان الغنيه؟ فهمناها فهمناها كلها فهمناها. اوكي. ايه شو محمود تركي صديق قريب كلش ويعني وبالشركه معنا فيصير التفاهم اكثر. اوكي. ايه يعني لانكم بنفس الشركه. ايه ايه. طيب مين اذا اليوم قلت لك غير محمود تركي اللي حابب تعمل ديو ما سمعي؟ هلا انا اليوم انت مش اول فنان عراقي بتمرق معي بتعرف انت؟ صح. يعني جعفر الغزال مرق معي. ايه. تحيه له. محمود غياز تحية. كمان تحيه له. ما مين بتحب تعمل ديو اليوم اذا قالوا لك؟ ما مين بتحب تعمل ديو غير محمود تركي؟ اذا على بالك تعمل ديو هيك براسك والله هات لنسمي رحمه رياض دموع تحسين. شو هالوحش دموع تحسين؟ ليه؟ دقوش كثير وحش نحن عندنا يعني قوية كثير قوية كثير عليها صوت ايه يجنن ما شاء الله. الله اكبر. شو سامع صوتها؟ لا ماما اصيل هميم. مين على بالك؟ سيف نبيل. اصيل هميم على بالك اصيل؟ ايه والله؟ والله. طب غني لنا غني لنا شقد حلو. يما يما شقد حلو. ما حافظها والله. ما حافظها؟ اي والله. بدك تعمل ديو مع اصيل؟ اي يعني ما حافظها لها. بس احب الصوت. دندنا شوي. يما 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 شقد حلو آخر الحب والله والله لو يدي بصراحة أنا خطفة من هلو. لك يا زلمة ما بيعملوا شيء ما بيعملوا شيء بشيء يا خيي. هلا أنا بدي لك شغلة عبر الهواء كونك أنت هلا لا أصيل أصيل هميم ناطرك تقعدي هون لنعمل حلقة تكسير لدموع تحسين ناطرك نعمل حلقة تكسير أكيد. يعني لا لمين بدي أقول لك القاسمي رئيس الوزراء ناطرك. ما في حدا عراقي معلم. لا كمان علي صابر يا خي علي صابر وين صرت؟ كل حلقة بوجه لك تحية بقول لك تعال نعمل حلقة. بك جيت على لبنان؟ اجى على لبنان اجى على لبنان ثلاث ايام خطف وراحوا ما عرفنا. علي صابر عندنا مدرسة الإبداع. لك يا خي ما لأنه مدرسة الإبداع بدنا نستضيف علي صابر. رح نموت بدنا علي صابر يا خي حبيبي يا علي. أنا جوز الزلمة مشغول؟ ايه مشغول الزلمة يا خي مشغول على راسي. احنا كمان مشغولين بدنا نقعد معهم كمان. طيب لكن طب إذا مرة سيف أصيل هميم إذا رجال ماجد المهندس. ماجد المهندس ايه. واو ايه. انا عامل له اغنيه لماجد. انت لحنت له اغنيه ايه. شو هي دخلك كان دندن لنا اياها شوي. كرد الصول. كرد الصول عمل معروف. انا اوقع لك عقد للموت اظل وياك صوره وصوت حد ما يشيلني التابوت أظل يمك أظل يمك أحبك أبقى بالمضبوط وحط براحتك لشروط بقلبك أظل محطوط أظل يمك هو أنت اللي أحبك هم يعوفك أبد ما عند عين الما يشوفك وإذا تبعد علي أحضن طيوبك وأظل يمك أظل يمك. عندك كمان إحساسك عالي مثل ماجد مهندس يا حبيبي. أنا وياك وماجد مهندس عنا إحساس عالي كثير والله. بتحس عنا هالإحساس عندنا عم نغني. انت لاحظتي انا عم بغني انا عم عندي هالاحساس التمييزي. طب سمعني راحتي النفسيه. يلا اعطيني راحه نفسيه وسمعني راحه. يلا نسمع راحتي. جات مره ثانيه حطيت السؤال بقلب الغنيه. عم بشتغل شغل حلو كثير لك. عفوا لك يا ويلي لك يا ويلي اخ يا ويلي
ما بيك ما بيك غير العافية اللي ما بيك. قالا وقالا وقالا لك قالا وحلاة الصدفة مو يوم يومين 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 ما شفتك عظم وجه شاف وانا السبع يومين يا كلبي يا ويلي يا ويلي يا ويلي وش عجب قاطع بي يا راحتي النفسي تدري القلب مهموم أبجوا وين يومي همي همي يزيد شلون والناس يشمتون بعدك أنا بعدك بعدك فضحني الشوق والطم ذي المجنون بس شافتك تكفين ارجعوا لا تبتشين ليش أنا من انت رحت زغران كل شبعيني لك بس شافتك بس شافتك بس شوفتك تكفيني ارجع ارجع ولا تخليني ليش انا من انت رحت زغران 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 كل شي بعيني بس بعد عد جملة الراحة النفسية بس عد بس الجملة الأساسية أوكي. بس لأنه ما سمعت إلا مرة إيش عجب قاطع بي وياي يا راحتي النفسية تدري القلب مهموم أبجوا وين يومي ينعيد وإيش عجب يلا من يمك وش عجب وش عجب قاطع تعبية يا راحتي النفسية لك شو هي شو حو حو عبتك شاطة لا لا منيحة غني غني شي فرح غني شي فرح والله كتر خير انك انك باستديو بي وعم تعمل لي راحة نفسية ودايما لازم تلعب أدية أنا فيها شي هاي من عندي أفروح على فكرة معانا الموزع سرمت عز الدين اللي عامل تعال تحياتنا له الموزع سرمت عز الدين معانا اليوم أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك كمان العازفين يعني العازفين العراقيين مبدعين بقدر الفنانين أكيد العراقيين أكيد تحياتنا لك وشكرا لقدومك من العراق كرمال لخصيصك أنت مش ساكن بالعراق ما هيك ايه؟ بدبي 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 طيب لكن رح اشوفك بس على دبي يلا بس عم تطلع شغلة علي أنت مرتاح أكثر بالشجن والحزين أكثر من تعال يعني أكثر من الفرح حسك كمان بتميل العراقي اللون العراقي كله هيك كله هيك كله هيك كله بيجي بيبكي عندي على الكنبايه كله الله وكيلك بيجي بيبكي عندي على الكنبايه والله مسينا ناصر مخدات ناصر مخدات والله العظيم ناصر مخدات بس جاد بحيات امي جايك اشياء جايك اشياء انت فرجيتك انا علي وجعفر والغياس فرجيتك الشباب وبعد جايك بعد جايك بعد جايك اشياء كثير ابكي على طول بعد جايك جحافل من العراق جاي وحياتك جحافل من كل مناطق العراق من كل المحافظات طيب خليني اقول شغله اللي بيغني عراقي صعب يغني غير لغات غير لهجات يعني بتغنوا لغير فنانين لبنانيين بتحس انه كل شيء بتاخذوه على لهجتكم على ادائكم شوف العراقي يقدر يغني كل اللهجات بينما مش كل اللهجات بغني عراقي ايه. صعب صعب مثلا ملحم زين بيعرف يغني عراقي منيح انا عامل له لحن
ما خلص بقى. ليك مين مش عامل له لحن بس؟ بيونسي. بيونسي بيونسي عامل له لحن بس لشوف. لحظة شوي. ملحم بيونسي مرقة معنا بيونسي. لا ملحم زين، شو عامل له؟ أي لحن؟ عامل له كرد الصال. تعال شمو رح شاية. شو اسمه؟ تعال شمو رح شاية وقول مشتاق. لحظة لحظة لحظة، بدي اكتب اسم الغنية بس على رواق. ارجع لي شوي. تعال شمور محشاي. تعال شمور حشاية وقول مشتاق. تعال شمور حشاية يعني وقول مشتاق. يعني تعال لي ابعث لي كلمة وقول مشتاق. شيء تعال شمور حشاية. يعني حكاية. حكاية هاي. يعني شوف عشان اوصل لك اياها. جاولها بعد مرة. تعال ابعث حكاية. اوكي ما هي تعال شمور حشاية. ايه. وبعدين؟ وقول مشتاق. قول مشتاق. يلا لك تعال شمور حشاية وقول مشتاق. راح اشمر لك حشاية. لك تعال شمر حجايا وقول مشتاق، لا تحسسني يمك ما لقيمة، لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل فطر الحياطين القديمة. أو قل لي مشتاق وعلي أسأل، قل أحبك وابتسم واخجل، خلينا نرجع أحلى من نوال، أحلى من نوال، وأنا حاسبكم سوا أم ضحكتك والهوى، وانت الوحيد المستعد يومي يموت الخاطر، يومي يموت الخاطر، لك تعال شمر حجايا وقول مشتاق. غنيها ملحمة؟ ايه سبق علي. غنيها؟ ايه ما شفنا ما سمعناها منه، ما احنا ولا مرة غنيها. ايه اخذت صداها بالعراق. اخذت صداها بالعراق. عم بيعمل اشياء المحتل من ورا ضهرنا للعراق. شامتك هلا عم بيعمل اشياء للسوق العراقي. طيب هلا العراق امان؟ اكيد طبعا. عم تروح على العراق وترجع؟ اكيد. اهلك بالعراق؟ ايه. اهلك بالعراق بغداد؟ ايه. عم تحكي؟ ايه. ايه انا كثير عم بيجيني والله دعوات على العراق وهلا بوعدهم انه يوما ما قريبا رح لبي الدعوه. شيلك بعيوننا يعني برنامجك ما شاء الله بالعراق مسمع احلى عالم. انا ايه وانا لك انا الموسيقى العراقيه ما قربتني بس من الموسيقى العراقيه ومن الفنانين العراقيين، قربتني من الشعب العراقي اكثر واكثر. ما شاء الله. يعني صار عندي من 3 سنين 4 سنين لليوم شيء عشق غريب للموسيقى العراقيه بشكل عن جد، يعني صار هوس اخر شيء. انا ما بسمع الا عراق يعني صراحه. مرتي اول ما تطلع معي بالسياره بتقول لي عراقي ما هيك؟ الا طب شو بدي احكي والله بخي بياخذوني على محلات سبحان الله يعني. لا بس والله يحبوك هواي. انا بحبهم كثير. سلم لي عليهم يا حبيبي. طيب يلا اشياء سريعا 2021 2022 انجح شيء عملته بال2021. يا رباي. شو اسمه؟ هلا يا رباي. غنيه كانت وسط 70 مليون. شو عفوا وصل 70 مليون؟ ايه. عم هي ما عرفنا فيها شو اسمها. عم 70 مليون ما بنعرف فيه. يا رباي اسمها. يا رباي. شوف هاي من ضمن الـ الاشياء التشوبي والهوسات العراقيه. تشوبي؟ ايه. شو الدبكات؟ شو التشوبي؟ التشوبي مثل الدبكات العراقيه. لحظه شو التشوبي؟ الدبكات اللبنانيه. شو التشوبي؟ يلا تشوبي عمي هلا. ايه. لا انت دغري انت بتعرف شو التشوبي ليه؟ ايه تعمى كيف عم بتعلم ايش مرة ضايع. هي 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 راح نشوفها. هلا على فكره نحن هلا ما في، نحن هلا بكانون الاول ما في شوبي معروف. نحن هلا بردي. الشوبي معروف بس الدبكات الهوسات. بس اقول لك شغله، قاسم الساهر في عنده محل بيغني وفي حده رجال عم بيرقصوا. ايه هذا تشوبي. هذا تشوبي. ايه. بس يقول له تشوبي عمي هلا هلا. ايه شو موسيقته كيف هي؟ سمعنا تشوبي. شوبت صراحة شوبت. نحن شف أوكي. عيدوا حب هاي الليلة الناس بعيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيدوا حب هاي الليلة. هسه هذا تشوبي مع مصباح. مع مصباح. ايه. كون عم بغني هالغنية. ايه. مزبوط. ايه هذا تشوبي. هلا الهوسة. الهوسات. هوسات. اريدك تعمل هيك. اها 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 اها. لا لا دبكة رجل. ايه لا تفرجيني. لا تفرجيني. لعبة.
ها اي جدمي تعرف شنو جدمي؟ لا قدمي اجري يعني جدمي لاجلك مشيت حزامي بيك وشديت جدمي لاجلك مشيت حزامي بيك وشديت جد وجابتني الغيرة حكم يصحى وتفزيرة جد وجابتني الغيرة كفي عالخال بالدين الولد عالخال بالدين الولد أبو شيك أبو شيك عراقي أربع خمس فنانين شوبي هوسة صار بيطلع لي جنسية صار بيطلع لي جنسية في روح اسكن ببغداد صرت شوبي هوسة شوبي هاي الهوسات بدي أتمرن اليوم بالبيت هذه الهوسات شوف هذه الهوسات حلوة بس إيه مثلا هسه يعني تريد تمدح شخص تهوس له هوسة مثل استقبال يعني تمدح شخص تهوس له هوسه جمعت جاي ابو جيك احلى هوس لك هوسه لك حبيبي شو الرقم المشاهدات اللي بتطمح له بال 2022 مليار ان شاء الله مليار شو مليار يعني هو اللي يوصل 700 يوصل المليار مزبوط تعال ما قلت تعمل مليار اصلا بعد خمس سنتين ان شاء الله اكيد ان شاء الله اوكي بدي اسمع منك علي بدي اختم بدي اروح اختم هاي الفقره بموال عراقي كسر الارض من بعد بريك مشاهدينا بسمع لبناني بدي اسمعك عم تغني لبناني بتشوف العراقي كيف بيغني لبناني يا خيي بدنا بركي شي لوائل كفوري غنينا لمن حمزان بنقول وائل كفوري مشاهدينا هلا موال عراقي من بعد بريك بنختم بوائل كفوري لك الموال شو رح يكون الموال يا حمام الدوح يا حمام الدوح وش مكتون بشك شي يلا يا حمام الدوح يا حمام الدوح حزني من الزغر يما ربيته علمان على الجقاير والتتن وبيا يشرب لو خلص باكيته ساعة ساعة أو إنه لا نمت يما بالليل ساعة ساعة سبب مرضي بجميع أعضاي سبب مرضي بجميع أعضاي يما ساعة وحدي وحده ولا خل وياي ساعة ساعة وحتى ابني جفاني وخاف وحتى ابني جفاني وخاف
وحتى من جفون وخال وخال بي لا 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 انت وعمد في اللي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يوعى أنا قلبي انت وعمد في اللي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يوقع أنا قلبي يضلي يا روحي تعبت معك روحي من قدر ما أنا مجروح صار الجرح في روح صرنا أنا وياك أنا وياك صرنا أنا وياك أكتر من الصحبة. الله يلا بعد وينكم بدي أخلص هلا هيك يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح في روح صرنا أنا وياك أنا وياك صرنا أنا وياك أكتر من الصحبة الله